أفريقيا قد رأيت الحياة وبسمة حب ودمع سجاد. تستدر الدموع وما بعد قول العيون كلام. الاتصالات التي حدثت بين العرب وبين غيرهم في المجتمعات الإفريقية كان هدفها التبادل التجاري الذي نتج عنه استقرار مؤقت في مراكز ساحلية أسسها العرب لأغراض تجارية. وقد لعبت الهجرة العربية إلى إفريقيا دورا مهما وبارزا في نشر الإسلام واللغة العربية بين الشعوب الإفريقية، فقد هاجر المسلمون إلى شرق إفريقيا بعد دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واضطر جماعة من المسلمين إلى الهجرة إلى بلاد الحبشة والاستقرار فيها، فكان هذا بوابة انطلاق العرب إلى سواحل إفريقيا. ثم توالت الهجرات العربية إلى شرق إفريقيا في فترات زمنية متعددة، ونتيجة للظروف السياسية التي مرت بها الدولة الإسلامية في تلك الفترة وما نتج عنها من اضطهاد لبعض فئات من المجتمع الإسلامي، فقد هاجر الكثيرون منهم إلى الساحل الشرقي من إفريقيا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بكم. وأما أنتم حببت لحبكم السودان حتى حببت لحبكم سود الذئاب. أحبك الله. الله يبارك فيك. أنا الآن أقف في أحد المراكز الإسلامية، مركز البركة في ملاوي. ذكر لي شخص، رجل فاضل يقال له الشيخ محمد بن منيف النهدي. هذا الرجل أبواه من اليمن، قدم إلى تنزانيا وأقام في تنزانيا، وبعد ذلك يسر الله لهم الخير والبركة. محمد بن منيف النهدي اشتغل بتجارة البترول وبغيرها حتى نمت ثروته. على مر الأيام دخل العرب الشاطئ الإفريقي في كثير من أنحاء المناطق الإفريقية المحاذية للساحل، وفتحوا طرقا شمالا إلى بلاد الحبشة وأوغندا. ومن أهم المدن التي شيدها العرب على الساحل واتخذوا منها مرافئ للسفن كليوة وزنجبار ومنباسة ومالندي. ومما ساعد العرب على الهجرة إلى إفريقيا العامل الجغرافي، حيث موقع شبه الجزيرة العربية القريب من إفريقيا لا يفصلها إلا البحر الأحمر والمحيط الهندي. كل ما آتي مكان وأسأل عن محمد بن منيف النهدي في ملاوي أسمع الأشياء الكثيرة جدا، الجامعات، المعاهد، المدارس بالمئات بالألوف من الطلبة. فسألت الآن عن هذا الرجل، أين هذا الرجل محمد بن منيف النهدي؟ قالوا أما النهدي فقد توفي رحمه الله تعالى وهو في مطلع الخمسين أو قبلها، وأما آثاره فما زالت باقية إلى يومنا هذا. وعلى الرغم من ذلك فإن حب العرب للمغامرة وركوبهم للبحر دفعهم إلى اكتشاف الأراضي المجهولة لديهم، فكانت الرياح الموسمية تدفع سفنهم حتى تصل إلى الساحل الشرقي، وبعد شهور قليلة يتغير اتجاه الريح فتدفعهم عائدين إلى بلادهم. وقد أصبح هؤلاء البحارة لهم ذكر كبير في تلك الشعوب الإفريقية، وصارت لديهم معرفة في مواقيت الرياح، وأصبحت رحلاتهم من شبه الجزيرة العربية إلى شرق إفريقيا سهلة لا خطورة فيها. فقد اندفعت مجموعات من القبائل العربية تهاجر إلى القارة الإفريقية في شكل موجات عبر البحر الأحمر، حتى استقرت على تخوم الساحل الشرقي لإفريقيا في إثيوبيا والصومال والسودان. أقف هنا في جيدي في شرق كينيا عند بعض الآثار العربية، وقبل أن أريكم بعض هذه الآثار، هذه الشجرة يقال لها شجرة الباو باب. هذه الشجرة العظيمة والضخمة للأفارقة اعتقاد فيها، يرون أن الجن يسكنونها ولذلك يقدمون لها القرابين من دون الله، والإنسان لا يحق له أن يعبد إلا الله ولا يجوز له أن يصرف شيئا من القرابين لغير الله. بالقرب من شجرة الباوباب توجد هنا مدينة أثرية
هل ترجع هذه المدينة الأثرية إلى وجود العرب القديم؟ فالعرب وجودهم قديم هنا في عهد مبكر من الإسلام، قد يصل إلى الدولة الأموية، أو يرجع تاريخ هذه المدينة إلى القرن التاسع الهجري، تحديدا في سنة 802 من الهجرة كما هو موجود هنا؟ قد يكون كذلك، فبعض العرب ممن كان قد نزح إلى شرق إفريقيا إلى السواحل هنا لابد أنه أقام وسكن. يقولون بأن هذه المدينة ترجع إلى هذا التاريخ وليس إلى تاريخ مبكر، يعني إلى تاريخ 802 من الهجرة، تحديدا في سنة 1399 من الميلاد. فعمرت هذه المدينة، طبعا هي مدينة تقع بالقرب من المحيط، والمرشدون هنا يقولون بأن قربها من المحيط كان 2 كيلومتر فقط، لكن اليوم المحيط يبعد عنها أكثر من 20 كيلومتر. المدينة بأجزائها الكبيرة ما زالت موجودة بدورها، بمساجدها، بآبارها، كما نرى هنا بئر ماء، بئر ماء ارتوازي، ينتفع منه أهل المدينة وينتفع منه أهل المسجد. يمر هذا الماء بصخور بين الصخور إلى هذا المكان، إلى هذه البركة التي يتوضؤون منها، فإذا توضؤوا منها خرج الماء مرة أخرى إلى مثل هذا البئر الصغير الذي يعود منه الماء مرة أخرى إلى هذا المكان. في أثناء تنقلي بين تلك البلاد الإفريقية لاحظت أن هناك اختلافا في سبب الرحلات العربية إلى هذه المجتمعات الإفريقية. أنا لا يمكن لي أن أجزم أن السبب واحد، كما لا يمكن لي أن أجزم أن التاريخ واحد. أعطيكم على ذلك مثالا. لما ذهبت إلى شرق إفريقيا في كينيا وما جاورها على سبيل المثال، رأيت أن هناك آثارا للهجرات العربية مختلفة الزمان والمكان والسبب أيضا. فهناك هجرات عربية قديمة منذ دخول المسلمين إلى تلك المناطق فاتحين لها، وهناك هجرات توالت بعدها بقرون للدافع الاقتصادي، بل إنني وجدت آثارا لهجرات عربية قريبة. فخلال قراءتي في بعض تاريخ الكويت ومناطق الخليج العربي كنت أقرأ وأسمع كثيرا من كبار السن أن أهل الخليج والكويتيين كانوا يرحلون إلى شرق إفريقيا، ومنهم من كان يقيم هناك سنين طويلة، بل منهم من تزوج وأقام وتوفي أيضا. الرحلات الكويتية إلى شرق إفريقيا ظلت مستمرة إلى فترة اكتشاف النفط، ولذلك قبل ذلك لما كان الكويتيون يذهبون إلى الهند ويذهبون إلى سواحل إفريقيا، منهم من كان يتعرض للأمراض ومنهم من كان يتعرض للموت أيضا. فإن كانت وفاته على المركب وسيطول المقام حتى يصل إلى أقرب مدينة أو جزيرة، رمي في البحر. أما إذا وصلوا إلى بعض السواحل الإفريقية أو الهندية أيضا واستقروا بها وماتوا بها، فإنهم يدفنون في ذلك المكان. أقف الآن في ماليندي، إحدى مدن شرق كينيا، في مقبرة في حي يسمى حي الشيلة، قبر اشتهر عند أهل هذا الحي وأهل هذه المدينة أنه قبر رجل من أهل الكويت، الكويتيين إلى وقت قريب، إلى قبل إلى الخمسينات، كما يذكر أحمد السعيدان أنه عاين بعض الكويتيين. ما اسم هذا الرجل؟ ما أصله؟ ما حسبه؟ ما نسبه؟ لا نعرف عن ذلك إلا أنه كويتي توفي هنا رحمه الله، ورحم الله موت المسلمين. من الأمور التي لاحظتها أثناء جولاتي في موريتانيا أنني وجدت أثر العرب في تلك البلاد. وجدت اللهجة الحسانية ذات الأصول العربية العميقة، وجدت العربية بزيه، وجدت العربية بكرمه، وجدت العربية بشجاعته، وجدت العربية بنبله. موريتانيا ليست بلد المليون شاعر فحسب، موريتانيا هي بلد الكرم والضيافة. وجود العرب في موريتانيا وجود قديم قد يسبق الإسلام، وقد يكون مع الفتح الإسلامي
الذي شق المغرب الأقصى إلى نواحي موريتانيا. ولذلك هناك الكثير من القبائل العربية التي ما زالت محتفظة بأصولها العربية، سواء من حيث العادات والتقاليد أو من حيث التكلم باللهجات أو باللغات الدارجة في موريتانيا كاللهجة أو اللغة الحسانية. لكن من أبرز الملامح الموجودة عند القبائل الموريتانية والتي كانت موجودة أيضا في قبائل الجزيرة العربية أن هناك تقسيما طبقيا من حيث الاشتغال بالجوانب الاجتماعية. فمثلا القبائل الموريتانية عندهم هناك ما يسمونه بالعرب وهناك ما يسمونه بأهل الزوايا. هؤلاء يشتغلون بالعلم وهؤلاء يشتغلون بالسلب وبالغزو وبغير ذلك. هذه يعدونها فروسية وشجاعة، وهذه يعدونها من جانب إيماني وتربوي وعلمي فقط. ثم توالت الهجرات العربية إلى شرق إفريقيا في فترات زمنية متعددة من بعض القبائل اليمانية والحجازية، فاندمجوا بالسكان الأصليين وأسسوا بعض المحطات التجارية التي تطورت فيما بعد وأصبحت مدنا مزدهرة لعبت دورا كبيرا ومهما في المنطقة. وهذه الأسر الحضرمية منها من كان قد بلغ مبلغا كبيرا في التجارة والاقتصاد، ومنه مستشفى توفيق الذي أقف فيه الآن في مالندي. هذا المستشفى يعد أرقى مستشفى في كينيا. الحضارمة لما قدموا يقولون إنهم قدموا عزابا وتزوجوا من بعض الأسر الإفريقية والقبائل الموجودة هنا، ومنها قبيلة جريامة تزوجوا منها وأسلمت تلك النساء. فهم يقولون اليوم من باب التندر: أنتم أيها الجرياميون أخواننا. حتى بعض الحضارمة إذا رأى رجل من هذه القبيلة لا يناديه إلا يا خال. رحلت إلى تونس وتجولت في بعض طرقها وميادينها، وجلست في بعض بيوتها وحاورت بعض رجالها وسألتهم عن الهجرات العربية إلى تونس. إني أقرأ في التاريخ أن العرب في تونس يشكلون أكثر من نسبة 97%، فما هو سبب هذه الهجرات؟ هذه البلاد، بلاد تونس وبلاد المغرب، شهدت حضور عدد كبير من القبائل القيسية والقبائل اليمنية للمشاركة في الجهاد في سبيل الله، ورفض كثير من أولئك المجاهدين من التابعين وغيرهم أن يرجع إلى بلاده. طاب له المقام في هذه البلاد في الشمال الأفريقي وغيرها، فاستقر بها، تزوج وتأهل بها، وتتابع ذريته على السكنة في هذه البلاد. ثم لما رحلت إلى مصر وجدت أن العرب لما هاجروا إلى مصر هاجروا إليها رغبة لما فيها من الخيرات. إن أولئك الذين يكررون بين الفينة والأخرى أن عطاءهم ممدود إلى مصر وأن يدهم سحاء إلى مصر، لا بد أن يتذكروا أن مصر عبر التاريخ كانت خيراتها تغدق على هذه الشعوب. بعد تنفيذ 200 ساعة تلفزيونية وثقت فيها الكثير من البلاد الإسلامية متجولا فيها، أوجه الدعوة للقنوات والقطاعات الحكومية والأهلية والشركات المساهمة لرعاية هذه البرامج الثلاث: دول الخليج آثار وأخبار في التعريف بدول الخليج في الجاهلية والإسلام، البرنامج الثاني سحابة الخليج تمطر العالم في التعريف في العمل الخيري الخليجي في العالم، والبرنامج الثالث آسيستان في التعريف بالحضارة الإسلامية في شرق آسيا وفي غربها. الدعوة موجهة لكم جميعا.